تراس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع خليه العمل التي تم تشكيلها وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعه واداره ازمه وفاه عدد من الحجاج المصريين. في مستهل الاجتماع اعرب مدبولي عن خالص العزاء والمواساه لاسر الضحايا من الحجاج المتوفين مؤكدا الالتزام بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المحزن. وخلال الاجتماع تم استعراض التقرير الصادر عن الامانه الفنيه لخليه اداره الازمه الذي اشار الى ان اسباب ارتفاع حالات وفاه الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع الى قيام بعض شركات السياحه بتنظيم برامج حج بتاشيره زياره شخصيه واثبت التقرير انه تم رصد 16 شركه سياحه بصوره مبدئيه قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصوره غير نظاميه ولم تقدم اي خدمات للحجاج ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعه سحب تراخيص هذه الشركات واحاله المسؤولين الى النيابه العامه مع تغريم هذه الشركات لصالح اسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.